السؤال اللي احنا تكلمنا فيه قلنا الاهم انه لا تخسر السعوديه، لا تخسر مستراليا حتى لا يكون هناك سيناريو اسوأ باذن الله. ابو بدر احمد الفهيد يتكلم انه نتعامل مع الخساره بتفاؤل، لكن لما تشوف هذا السيناريو الخساره حتوديك لانه التوجه انك ممكن تنافس على الملحق. صحيح، انا اتفاهم جدا حديث الاستاذ احمد الفهيد ابو بدر الله يعطيه العافيه، وفاهم قصده جدا، يعني لانه مباراه صعبه جدا مع استراليا على ارضها، والمدرب يعني تو الان موجود رينارد. هي مباراه الازمه مع الصدمه المعنويه، اسف، هي ازمه اصابات، لكن انا اعتبرها مباراه الصدمه المعنويه، لانه قد مع تغيير المدربين تحدث صدمه معنويه لدى اللاعبين ايجابيه. فان شاء الله انه ربنا يعني يوفق لاعبينا ويكونوا مركزين تركيز عالي في مباراه استراليا. وزي ما قلت لك، اذا الله اكرمنا بالفوز هذا شيء كبير جدا، لكن اذا كانت مباراه تعادل، وهذا مهم ان لا تخسر في مباراه استراليا ثم تنتقل لمباراه اندونيسيا وتحصل 3 نقاط، يعني اعتبره هذا السيناريو الافضل لمنتخبنا. واتمنى انه يعني ما نخسر مباراه استراليا، لان حد زي ما ذكرت انت اخوي علي ندخل في نفق مظلم في التصفيات، لان هذا السيناريو الأسوأ، هذا الأسوأ او نعم هذا الأسوأ. يعني حتشيل استراليا 8، البحرين 8، اليابان حتفرق كثير، رغم انه البحرين على ارضها لا تحقق نتائج ايجابيه للاسف. يعني ابو محمد صالح بن خاع، اشوفك تتبسم مع هالسيناريوهات. اشوف الاخوان متخوفين كثير حقيقه. هي مباراه احنا نعرف ان استراليا لا تمر بافضل حالاتها، يعني حقيقه احنا شفنا استراليا في مباريات وخسر امام البحرين وعلى ارضه، يعني والبحرين شفنا امكانيات البحرين، يعني صحيح. انا اعتقد تعادلت مع اليابان في اليابان، ما اختلفنا، هي مباراة تنافسية. هذه المباريات الكبار اللي بين المنتخبات الكبار اللي بينها دربيات أو فيها بينها وبينها تنافس كبير، تحضر النتائج هذه. لذلك لابد تحضر النتائج حقتنا مع الفرق هذه، لابد تحضر شخصيتنا. احنا حتى شفنا أنفسنا أمام اليابان كنا كويسين، يعني ما كنا مميزين، كنا كويسين رغم أنه في تحفظ على الجهاز الفني والعمل اللي كان يقوم فيه والنفسية اللي يتعامل فيها مع اللعيبة. يعني أنا أرجع وأقول أكد على كلام الأخوان، صحيح التعادل يعتبر بالنسبة لنا مكسب، لكن مش المكسب الحقيقي. المكسب الحقيقي هو الفوز، وزي ما قال أخوي خالد لابد أن نكون منطقيين وعقلانيين وواقعيين في التعامل مع المباراة، لكن الكلام هذا يصير أثناء المباراة، ما يصير قبل المباراة. قبل المباراة يجب ان احنا نروح واحنا عارفين ان شاء الله وقادرين نحقق ال3 نقاط. اثناء المباراة هذا اللي يحضر فيها العقلانية ويحضر فيها كل شيء اثناء المباراة، من خلال الجهاز الفني، وحتى عندنا قائد حقيقي بكل امانة. عودة سلمان الفرج عادت للقيادة وللكابتنية شيء كبير افتقدناه، صحيح مع تقديري واحترامي للكابتن سالم الدوسري، لكن حقيقة الدور اللي يقوم به سلمان الفرج داخل الملعب وخارج الملعب في غرفة الملابس شيء مهم افتقدناه طوال الفترة اللي راحت. إن شاء الله بإذن الله نشوف إيش الأمور هذه، إن شاء الله بإذن الله تحضر كل الأمور الفنية والإدارية داخل الملعب وفي غرفة الملابس اللي تساعد المنتخب نحن إن شاء الله نكسب ال3 نقاط بإذن الله. نروح لفاصل.